موعد مرتقب وحقبة جديدة تبدأ بحلف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية أمام البرلمان ليعلن رسمياً توليه فترة رئاسية ثالثة، فترة يعلق عليها المصريون أملهم لترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة شعارها الحياة الكريمة للمواطن المصري وآليتها العمل والإنجاز والبناء. 10 سنوات مضت تولى فيها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد، وشهد فيها الوطن العديد من المحطات الهامة على الصعيد الداخلي والخارجي. أوجد بوصلة لخطوات نجاح على أرض الواقع وإتمام العديد من المشروعات القومية في كافة المجالات وفي كل ربوع الوطن. على مدار ساعة قادمة نحن معكم على شاشة القناة الأولى في تغطية حية نتصفح فيها معا كتاب الوطن لسنوات التحدي والإنجاز، ونبدأ في تسجيل صفحات جديدة يسطرها المصريون مع قيادتهم السياسية من أجل غد أفضل لأجيال قادمة.